السيدات والسادة، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة إخبارية جديدة من قناة المكلا، والبداية كالعادة مع أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصدر قرارا بترقية عدد من أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية. شركة نفط ساحل حضرموت تنهي أعمال الصيانة والتأهيل لمنظومتي تزويد وقود الطائرات بمطار ريان الدولي. صلاح العماري رئيسا لاتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت. كانت هذه أبرز العناوين وإليكم التفاصيل، أهلا بكم. أصدر رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي القرار الجمهوري رقم 47 للعام الجاري القاضي بترقية عدد من أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية، وذلك لجهودهم في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار في مديريات ساحل حضرموت. ورفع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني بخالص الشكر لفخامة الرئيس، مؤكدا أن هذه الترقيات تأتي في سياق احتفالات المحافظة بمناسبة الذكرى 3 لتحرير مديريات ساحل حضرموت. قام نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم أحمد الخنبشي بزيارة تفقدية لمبنى الإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت، حيث كان في استقباله المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة العميد منير كرامة التميمي. وخلال الزيارة طاف نائب رئيس الوزراء بالمرافق الأمنية داخل الإدارة العامة للأمن والشرطة، مجيدا بالجهود الكبيرة التي تبذلها قيادة الأمن في ساحل حضرموت التي أثمرت نتائجها من خلال بناء وتأهيل المنشآت والمرافق والمشاريع الأمنية التي تم إنجازها خلال عام واحد بدعم من الأشقاء في دول التحالف العربي. وقدم العميد التميمي شرحا مفصلا عن برنامج تطوير وتأهيل المنظومة الأمنية في مديريات الساحل الذي تبناه الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وفريقها الأمني، إضافة إلى النجاحات الأمنية الكبيرة التي تحققت وحالة الأمن والاستقرار الذي تعيشه كافة المديريات. أصدر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحصني القرار رقم 101 لسنة 2019 بشأن إلغاء القرار رقم 262 للسنة الماضية الخاص بتشكيل اللجنة الإشرافية على مشتريات ومبيعات المشتقات النفطية بساحل حضرموت. وكما أصدر محافظ حضرموت اليوم التعميم رقم 13 لسنة 2019 قضى باعتماد تفويض مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت لتفريغ المشاركين في الفعاليات الفنية والثقافية وفقا والإجراءات المتبعة لديهم. كما أصدر المحافظ تعميم رقم 14 للعام الجاري قضى بتكليف مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت بالإشراف العام على منصة وساحة الاحتفالات وأهمية التنسيق مع المكتب في إقامة الفعاليات والمهرجانات الثقافية والفنية. استكمل مهندسو قسم الصيانة التابع للإدارة الفنية بفرع شركة نفط اليمنية بساحل حضرموت كافة أعمال الصيانة وإعادة التأهيل لمنظومة شبكة تزويد الوقود للطائرات بمطار ريان الدولي بالمكلا وإعادتها للخدمة من جديد. وقال مدير عام فرع الشركة الدكتور خالد العكبري إن قسم الصيانة نفذ جميع عمليات التأهيل والصيانة لمنظومة شبكة تزويد وقود الطائرات وفقا وكافة المعايير المتبعة في المطارات الدولية، وأن الأعمال استمرت لأكثر من شهر شملت خلالها المنظومة الثابتة بالمطار والتابعة لفرع الشركة والمنظومة المتحركة المتمثلة في صهريج النقل والتعبئة المباشرة للطائرات الهابطة في مدرجات المطار. وألمح العكبري أن شركة النفط بالساحل تسعى ومن خلال هذا العمل لمساندة الإجراءات والتجهيزات التي تقوم بها السلطة بالمحافظة
لإعادة تشغيل حركة الملاحة الجوية في مطار الريان الدولي بالمكلا أمام رحلات الطيران الداخلية والخارجية خلال الفترة القليلة القادمة. قام فريق من المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت بإصلاح البئر رقم 1 بمنطقة المقد بمديرية الشحر وإدخاله إلى الخدمة، وذلك بعد توقف البئر رقم 1 وخروجه من الخدمة، حيث عمل الفريق بتكاثف وبذل جهود متواصلة حتى تمكن من إصلاح البئر في الورشة المركزية وإدخاله الخدمة مجدداً. تتواصل فعالية المسابقة القرآنية لمكتب أوقاف والإرشاد بساحل حضرموت لليوم الثاني على التوالي، وفي اليومين الأولى من المسابقة التي خصصت للنساء شارك فيها عدد من الحافظات لكتاب الله عز وجل بمديرية غيلبة وزير ومراكز تحفيظ القرآن بالمكلا، حيث أن المسابقة تستهدف فئة المصحف كاملا وفئة 15 جزء. عقدت بمديرية غيلبة وزير جلسة استماع مع ممثلي المجتمع وأصحاب المصلحة لقضية الصرف الصحي المشاكل والمعالجات بتنظيم من لجنة المساءلة الاجتماعية بجمعية التنمية الاجتماعية. وفي اللقاء أشار رئيس لجنة وحدة المساءلة بالغيل سالم العطيشي ضرورة المساهمة في معالجة قضية الصرف الصحي، داعيا جمعية التنمية إلى المساهمة في معالجة هذه القضية، متمنيا الخروج برؤية مجتمعية حول هذه المشكلة ووضع المعالجات. كما استعرض عضو وحدة المساءلة الدكتور ماجد بن مسلم التقرير وعرض الفيديو التشاركي الذي يبين حجم وتأثير قضية الصرف الصحي على المجتمع، وعقب ذلك فتح باب النقاش للحضور، وتم في اللقاء عرض كامل البيانات لمكونات المشروع والمشاكل والمعالجات المقترحة، وخلص اللقاء بطرح عدد من التوصيات والمشاكل التي تواجه المحطة والحلول السليمة لمعالجة هذا الوضع. أصدرت غرفة الإرصاد والإنذار المبكر من المخاطر الطبيعية المتعددة بديوان حضرموت تقرير عن الحالة الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة القادمة. وأشار التقرير إلى أن تمدد كتلة هوائية رطبة في طبقات غلاف الجو البنائية في سواحل محافظة حضرموت والمهرة وشبوة، ومن المتوقع أن تظهر تشكيلات من السحب الطبقية الركامية على طول امتداد مديريات شرق ساحل حضرموت، وتتحول إلى ركامية رعدية في ذروتها مساء يوم الثلاثاء إلى صباح يوم الأربعاء في المرتفعات والأرياف الداخلية الغربية لساحل وهضبة حضرموت الجنوبية، وستتبعها بإذن الله موجة غبارية على صحاري ووادي حضرموت تمتد للساحل كهيئة عوالق ترابية. كما نبهت غرفة الإرصاد كافة المواطنين والمسافرين في الطرقات الداخلية والمرتفعات من انعدام مستوى الرؤية الأفقية أثناء هطول الأمطار وتشكل الضباب خلال فترات الصباح والمساء. ونبهت كبار السن والأطفال والذين لديهم حساسية الأنف والصدر بعدم التعرض المباشر للموجة الغبارية. كرم الاتحاد العام السابق لطلبة جامعة حضرموت المؤسسات الداعمة للأنشطة والفعاليات الطلابية بكليات الجامعة خلال الفترة الماضية، حيث قام الاتحاد بتكريم مؤسسة العون للتنمية ومؤسسة صلة للتنمية ومؤسسة حضرموت للتنمية البشرية، وذلك تقديرا وعرفانا لجهودهم في دعم الأنشطة والفعاليات الطلابية للاتحاد، وكذا تمويل بعض البرامج العلمية خلال الفترة الماضية. وعبر رئيس الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت السابق الدكتور أحمد باجبير عن شكره وتقديره للمؤسسات الداعمة للأنشطة والفعاليات والبرامج التي نفذها الاتحاد لطلبة الجامعة، داعيا إياهم إلى الاستمرار في دعم وتشجيع القيادة الجديدة للاتحاد للفترة المقبلة.
انعقدت بكلية التربية بالمكلا جلسة المناقشة العلنية للباحث سعيد عمر الجعيدي من قسم العلوم التربوية الموسومة بدرجة تحقيق متطلبات معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الثانوية بمدينة المكلا في ضوء معايير مكتب التربية العربي لدول الخليج. واستعرض الباحث أمام لجنة المناقشة نبذة مختصرة عن البحث والدراسة التي اشتملت على 5 فصول تهدف للتعرف على درجة تحقق متطلبات معايير الاعتماد المدرسي في المدارس الثانوية بمدينة المكلا، وشملت مديري الثانويات ووكلائهم والموجهين التربويين بمكتب التربية والتعليم بالمكلا. وتوصلت الدراسة بعض التوصيات، منها تجهيز وإقرار برنامج التطوير المدرسي وإعادة النظر في مركزية التخطيط والقرار وبناء القدرات المؤسسية للعاملين في المجال التربوي. وقد أشادت لجنة المناقشة بالبحث والدراسة المقدمة من الطالب سعيد عبد الله عمر الجعيدي، وأقرت منحه درجة الماجستير في تخصص إدارة تربوية. شرفت اللمسات الأخيرة للنصب التذكاري لشهداء النخبة الحضرمية في ساحة العروض في منطقة فوة بمدينة المكلا على الانتهاء تزامنا مع قرب موعد افتتاحه في 25 من إبريل الجاري، والتي تتزامن مع الذكرى 3 لتحرير ساحل حضرموت من تنظيم القاعدة. وسيحتضن ساحة شهداء حضرموت بالنصب التذكاري فعاليات مهرجان الوفاء الذي يأتي برعاية كريمة من محافظ حضرموت، ويشمل على عدد من المعارض الفنية والإبداعية. اختارت الجمعية العمومية لاتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت بإجماع الحاضرين الزميل صلاح أحمد العماري رئيسا للجنة المؤقتة لإدارة وتسيير شؤون فرع الاتحاد خلال الفترة القادمة، كما اختير بالإجماع الأمين العام الزميل فؤاد عوض باضاوي. جاء ذلك في اللقاء التشاوري الذي احتضنته قاعة نادي متطوعون بمدينة المكلا، كما جرى التصويت لنيل عضوية اللجنة والتي أسفرت عن فوز الثلاثي عبد الله بشهر ومحمد مخير وفهيم بخريبة. وكان المجتمعون قد قرأوا الفاتحة على روح فقيد الإعلام الرياضي في حضرموت والوطن الإعلامي الكبير المغفور له بإذن الله تعالى حسين بازياد، وتم تدشين صرف بطائق العضوية لعدد من رواد الإعلام الرياضي في حضرموت على أن تستكمل البقية خلال الأيام القادمة. عقب ذلك قام قيادة الاتحاد العام للإعلام الرياضي بالجمهورية وفرعه بساحل حضرموت ورواد الإعلام الرياضي بالمحافظة بزيارة لعميد وشيخ الإعلاميين الرياضيين باليمن الأستاذ القدير عزيز الثعالبي بمنزله بمدينة المكلا للإطمئنان على صحته. السيدات والسادة، ختام هذه النشرة هاكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. رئيس الجمهورية يصدر قرارا بترقية عدد من أفراد وضباط المنطقة العسكرية الثانية. شركة نفط ساحل حضرموت تنهي أعمال الصيانة والتأهيل لمنظومتي تسويد وقود الطائرات بمطار ريان الدولي. صلاح العماري رئيسا لاتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت. وبالتذكير بالعناوين مشاهدينا الكرام، نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، حتى الملتقى، دمتم في أمان الله.